أنا ولدت في بيت ساحور في عام 1946. ولدت في هذا البيت بعد أن انتقلت العائلة من منطقة السير التي قامت العائلة ببيعها لدراسة الأرض المقدسة، وتم بناء هذا البيت عام 1898. اضطرت عائلة الدكتور قسطنطين الشوملي للهجرة إلى الأردن بعد عام 1948 في فترة شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي. وبعد عودة عائلته حصل على شهادة الثانوية، ثم واصل تعليمه في الخارج إلى أن حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا. ركزت بصورة خاصة على دراسة التراث الثقافي والأدبي لسكان هذه المنطقة، وبذلت جهدا كبيرا بصورة خاصة في توثيق الصحف الفلسطينية التي نشأت في بداية القرن العشرين حتى فترة النكبة. ذلك أن الصحافة في فلسطين بصورة خاصة تميزت بأن القسم الأكبر من روادها كانوا من سكان هذه المنطقة المسيحيين. الشوملي كاتب متعدد المواهب، وساهم بفعالية في حركة النقد الأدبي في فلسطين، وله 28 مؤلفا في الثقافة والأدب والتراث، علاوة على اهتمامه الأكاديمي في جامعة بيت لحم. تأسست جامعة بيت لحم في عام 1973، وكان عدد الطلاب في البداية قليلاً جداً، لا يتجاوز 300 طالب، ولقد قضيت في هذه الجامعة ما يقرب من 40 عاماً، وشاهدت مراحل التطور الكبيرة التي حدثت في هذه الجامعة. ولا تزال هجرة المسيحيين من الأرض المقدسة من بين القضايا التي تثير وجدان الشوملي، خصوصاً وأن هذا المكون المهم للشعب الفلسطيني قد بدأ يتقلص في العقود الأخيرة. قام الفاتيكان بالتعاون مع مؤسسة الرومان اللاساليين بتأسيس هذه الجامعة من أجل وقف هجرة المسيحيين من الأرض المقدسة، فالعديد من طلاب بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية كانوا يذهبون للدراسة في الخارج، وغالب وقسم منهم يبقى في الخارج. فمن أجل المحافظة على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة تم تأسيس هذه الجامعة. 40 عاماً لم تنل من عزيمة الشوملي، فما يزال عطاؤه الأكاديمي والإبداعي محل تقدير طلابه ورفاق دربه.